نهائي بطولة العالم. الأحمر مراقبين من سربيا وبلغاريا وسويسرا. منتخب الألماني ماجنوس ساغستروب غادروا القاهرة. الجمال الصمت. محمد إبراهيم نتمنى لكم التوفيق. جولنا نتمنى 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 اليوم أن تكون حمراء أهلوية. بصناعة الألعاب محسن رمضان. إسلام حسن الكابتان. يلا ولكن رمية سبعة متعنا السلامة لسيف فوكس. يا ولد يا ولد يا ولد أرسامي يا أغلى الأسامي. هنا هكذا يرفع شعار جمهور القلعة الحمراء. أول تصويبات وهدف هنا يسجل أول الأهداف والتعديل. ميحة محسن رمضان. يا سلام يا عبد الرحمن ولكن فاول عكسي. اللاعبي ماجديبورج حذاري بقى. لا هنا في ثغرة دفاعية يعني كده كان تعرقل كده. في يعني كده اسلام حسن اللي كان وقع. احمد عادل فيصل عبد الرحمن فيصل مرة ثانية. واو 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 فبر على الماني. محاولة هنا من لاعب المنتخب الدنماركي المخضرم صاحب السن الصغير ولكن من 31 مباراة دولية. اللاعب ده يسجل 3. فيصل حاول التسديد على الدائرة لكن فاست بريك. هنا محاولة وهدف هنا عن طريق ماجنر لاعب منتخب ألمانيا. مصطفى خليل محسن رمضان. اسلام حسن. اسلام اسلام يا مر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا 5-4. جيست كريستيانسون في قيادة ماجديبورج على الدايرة. شيل يا حميد شيل. محتاجين الهدف محتاجين الجون ده. نعدل نعدل يا رجالة مرة تانية. يا سلام يا ميحة. الله 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 الله. رمضان يطلق صاروخية ولا أحلى ولا أقوى. صاروخية لا ترى بالعين المجردة. وهنا الرد يأتي سريع. التماسك الدفاع من رجالة النادي الأهلي مرة تانية. تصويبة هنا من كريستيان أوسوليفا طبعا. إسلام حسن. ميحة محسن محسن. يلا يا سلام. يلا 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 بالحسابات وبالورقة والقلم كله بيتكلم في كلام ده. يلا حميد يا سلام هنا يسجل هدف تقدم. هنا بالباص حلو عمله عمر ماجنسون. كينيا وهولندا وايسلندا وبولندا. اسلام حسن. مصطفى خليل يصوب ولكن يستعجل مصطفى. محاولة المرور هنا مرة ثانية. الاستلام محاولة المرور وهنا في فاول عكسي صح. مصطفى خليل والتصويبة محسن من بعيد قوي كانت من ثانية. هنا من لاعبين لاعبين ماجديبورج محاولة التقدم ولكن رمية سبعة أمتار كان فيها كده فاول من معاد سالبورج الدنماركي السابق. ولاعب ماجديبورج يسجل الهدف. هذه الحسابة الثانية. اسلام حسن. اسلام احمد عادل بيعمل له كده سكرين على طريقة الباسكت. مرة ثانية مصطفى خليل. يا ولد يا ولد يا ولد هي كلمة السر لهذا الفريق. صاروخ جوي جوي من مصطفى خليل. يمكن الأجنحة بقى الأجنحة أجنحة ماجديبورج. هدف بهدف نسير وهدف. محاولة أحمد عادل. ما فيهاش حاجة ما فيهاش. مرة ثانية 4-2 في الدفاع لاعبين النادي الاهلي. محاولات هنا بقى بقت في مشكله. في المشكله اللي بنتكلم فيها لسه لسه الحكايه ولسه الكلام ولسه المباراه في المال كمبيوتر. المحرك الدينامو لاعب سوا مستوى بوخارست السابق ودينامو بوخارست. احمد خيري هنا لاحمد عادل. يا راجل مفيش حاجه بقى ريت شويه. مره ثانيه محاوله برد للجناح لهورنك. يا سلام يا حميد. عبد الله بقى يلا ناخد الثقه كده ناخد الثقه. مش خسرانين حاجه. احمد خيري حلوه. يا سلام. الله 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 الاسيست الحلو اللمسه الحريريه الناعمه. مجيد اللاعب ماجديبورج. جيست كريستيانسون تقع منه
يلا بريما مصر سرعه الارتداد من هجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم اللاعبي ماجدبورج. يا سلام يلا يا مصر، يا الله عليك يا مصر، الله اخرج دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر يمر ويسجل. خلي بالك دفاعي دين، يلا يا بطل. يا هون هدف يسجل لعمر ماجنسون، لاعب 56 مباراه دوليه مع المنتخب الاسلامي ويسجل 150 هدف في مباراه مدر وبنفيكا مجموع المباراتين. يلا خيري، احمد خيري بيدور عايز يسلم لاحمد عادل، قافلين دفاع كويس. حلو احمد عادل، تمريره سريعه كده، تمريره سريعه ما لحقش. الارتداد ده من الهجوم بالدفاع، الثغره اللي موجوده دلوقتي مع لاعبي النادي الاهلي. كاب يرجع احمد خيري مره ثانيه في القياده، محسن رمضان، احمد خيري، يلا خيري خلص بسرعه. حلو، واو 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 والف واو، يفتح الكتاب كتاب التهديف للمره الثانيه من على الجناح الشمال. برافو يا عبد العزيز، ممكن الحسابات بره الملعب يقفل الدفاع. الله عليكم يا جمهور الاهلي، محاوله المرور، يا ولد يا ولد يا ولد، هنا يسجل الشهاب، الشهاب الحارق، الشهاب الحارق المنطلق. محاولات من لاعبي مكبوت، الثغره الدفاعيه ناحيه اليمين، يخلي بالنا، سلام يا حميد. وصل احمد خيري، محسن رمضان، تلميحه لاحمد خيري، هنا فيصل، ايه؟ فاول عالي، احمد خيري واقع، احمد خيري واقع، يسجل قرن. مرة ثانية شهاب، محاولة المرور، حلوة لاحمد عادل اللي بيسجل أول أهداف. نقفل بسرعة، الحتة دي بقى هي المشكلة، الحتة اليمين دي هي المشكلة. الحتة اليمين محترف، بيتكلم على منتخب ليس نادي، ماجدبورج طبعا بيلعب في دوري ابطال اوروبا. با 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 بكاست كريستيانسون العقل المدبر. مرة ثانية عمر ماجنسون هنا، با 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 حميد، حميد بلغة غير اقل من سبع دقايق. شهاب محسن يعمل فيلم كده المحسن، يا راجل حلو، رامي سبع ابطال عمر. يا سلام يا ولد، صاحب لقب دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج ثلاث مرات، يرمي خارج الملعب. لو انت اهلاوي يجب انت، يا راجل يا راجل، كانت فاتحه قدامك، كانت فاتحه قدامك، انفراد. الله الله الله، حميد المتابعه فين؟ المتابعه الدفاعيه، ولكن برافو يا حميد، يلا خد الثقة خلاص. خيري، خيري محسن، خيري مرة ثانية، عبد الرحمن فيصل، لا 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 فارق، يلا مش بعيدة بقى نعدل. خلي بالك من داخل الحتة دي بقى، الحتة دي المشكلة، الحتة. وهدف 17 17 محسن رمضان، احمد خيري مره ثانيه، عبد الرحمن، ولكن رمي سبع اخطار. باستيلو يا ولد، الله شوف شوف، الله 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 الله، حلو قوي حلو قوي في هذه البطوله امام مدر وبنفيكا. مره ثانيه محاوله هنا، دفاع والعكس ولا ايه؟ يا كان ابنك ما بيغلطش. الجناح اليمين على الدايره، اسلام حسن في التنسيق وقيادة الهجمة. هنا مرة ثانية محسن رمضان، محسن بيستلم من عبد الرحمن فيصل، اسلام حسن، الله يا ولاد، يسجل الهدف ال 17. ما يجيش بقى الجول ده، نمسك الدفاع، نمسك الدفاع، ايوه لب لب، يلا قدام. استعجل استعجل اسلام حسن، هيطلب تايم اوت، هيطلب تايم اوت. امسك يا مصري، اقفل يا مصري، ياسر سيف، ايوه كده، يطلع عليه، ما يمسك، ما يستلمش، ما يستلمش. ابراهيم المصري، حلو يا ابراهيم، حلو يا ابراهيم، وفيها اصلا فاول عكس. قفل يا حميد، ارفع ايدك يا رجاله، ما تجيش وتعدي، وخلي بالنا وخلاص ينتهي الشوط الاول. 17 يعني 18 مجد، راحه قصيره اعزائي المشاهدين، ونعود لاستكمال هذه الملحمه. الاهلي، الاهلي فاز في مباراتين في تصفيات المجموعات امام مدر السعودي
36-30 وامام بنفيكا البرتغالي تيست. نخلي بالنا من الجنب اليمين على الدايره المره دي. يا سلام يا حميد دايره يا سيف محسن رمضان. هنا بيحاول يعمل الباص لكن مقطوعه في دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات. يا رجاله يا سلام يا محسن. 2.7 طول احد حراس منتخب الدنمارك. هنا على الدايره وهدف. ثغرات في الدفاع يجب ان تحل. ثغرات الدفاع كده يا لازم تتحل لازم. يلا محسن اطلع. يا الله ورميه جانب رميه جانب بلوك قوي. مره ثانيه محاوله تسويبه من عبد الرحمن فيصل لكن يتصدي من قبل. و دي المقا 2017 اسلام حسن يعدي اسلام يعدي اسلام ويصوب ويسجل. الكره ما اتلعبتش بالسنتر وفي فاول عكسي واعلى المرمى. حلو قوي. كان عنده الحلول الفرديه محسن رمضان. وهنا المره الخامسه يصل فريق مصري للمربع الذهبي في السوبر كلوب. والمره الثانيه للنادي الاهلي اللي واصل للسيمي. نادي الزمالك ثلاث مرات. يا الله كارت احمر. لاعبي النادي الاهلي يمكن ان يكون ولكن هنا سبعه. كان ريال سيوداد صاحب المركز الاول. كانت البطوله بتلعب بنظام المجموعه على الميداليه الفضيه والمركز الثاني. محسن رمضان يا سلام. خلي بالكم بقى من الارتداد، الارتداد من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم في ثانيه. محسن رمضان رايح كده يكمل البلوك فيصل. جراند كار بيعمله هنا. ثانيه للاعبي ماجدبورج المرور والتصويب. يعني اوفنسيف فاول كتير. نعمل اوفنسيف فاول كتير. حاله تراخي بسيط للاعبي النادي الاهلي. احمد خيري احتساب. يا الله ودي راؤول. محسن رمضان مش باصه يا محسن. مش باصه ابا. راؤول شهاب. راؤول مره ثانيه. شهاب عنده فوت وورك حلو. ايوه يا شهاب مره ثانيه. والارتداد اللي بنتكلم عليه مين هنا؟ شد اللوك. محسن رمضان. راؤول يا سلام يا راؤول. بس خمس اهداف. نرجع تاني. نقدر نرجع تاني. يعملوا ثلاثة دقايق في الدفاع مرة ثانية. محاولة تصويبة ولكن عكسية كده سهلة. راؤول نانس يصوب ولكن خارج المرمى. لوكاس ماستر تمريرة يستلم على الدايرة وهدف. حلوة التمريرة. حلو الاستلام. قائد الهجمات لماجدبورج. محاولة المرور تمريرة للجناح. قلنا الأجنحة كلمة سر أيضا لماجدبورج. سمرتنس بتمريرة أسيست من عمر ماكسون. يرجع لعيب النادي الأهلي. حلو قوي يا ياسر ولكن تحت شوية. فرق سبعة. مش عايزين الفرق يزيد عن كده. عايزين نقال. أيوة كده نقال. عبد الرحمن فيصل. خيري حلوة يا راجل يا أحمد عادل. هنا بس ملعب ماجدبورج واخدين راحتهم كده ومفيش اشاره بلعب سلبي. مره ثانيه محاوله هنا على الدايره وعبد الرحمن يتصدى. يلا خيري يا راجل اصبر. ايه لعب انتقال ماجدبورج حاصل على دوري ابطال اوروبا. اقطع. عايزين حد يحل المساله دي لكن عوده مره ثانيه للهجمه للاعبي ماجدبورج. مرور بكل اريحيه. عبد الرحمن حلوه. كاستيلو يسجل لنا 30 جهود في هذه المباراه. تمريره هنا. شوف تمريره عملها حلوه كده لوكاس.
الامل موجود. يا سلام يا فيصل، الامل موجود. الشوط الاول كنا افضل في التصويبات الخارجيه شويه، بيطلع عليه على طول ماركو بالشكل يوقف بطوله محسن رمضان. هنا في القائم احمد خيري، عبد الرحمن فيصل، تصويبه فهموها لوك، وهنا في ووك. يلا رجاله، 7 أهداف في الفارق. وشوط يا محسن باليد اليسرى، طلقات ناريه هنا. اللي صعب هقول لك، ما فيش صعب في عالم كره اليد، ما فيش صعب. لو انت ناوي تكسب، لو انت مصدق تكسب، الروح الروح اللي تكسر رمضان. احمد خيري مره ثانيه، عبد الرحمن فيصل اعلى المرمى، وطمعونا في المباراه لسه. الشوط الثاني بعد عندما يترد تحس كده ان الفريق، ولكن هنا محسن رمضان على الفرقه الالمانيه 4 مرات. فوكس برلين حصل، ماجدبورج حصل على البطوله النسخه الماضيه 2013 و14 و17. محسن يشوط ثاني، الانديه اللي فازت مره واحده. هنا بدا احمد خيري محاوله هنا على الدايرة، ولكن يطلع مايك ينسل يتصدى صعب. دي طبعا المرة الخامسة زي ما قلنا، وصول فريق مصري إلى المربع الذهبي. أنا أقل من 4 دقايق على النهاية. شهاب يحاول يعدي، ولكن الفاول العكسي. 27-35 محاولات مرة ثانية مع إشارة سلبي للاعبي ماجدبورج على الدايرة. استلام تصويب عبد الرحمن طه يتصدى تاني. الامور كده فتحت دفاعيا وضيع الهجمات هنا، ولكن انت تنافس مع فريق ماجدبورج. حلوه عبد الرحمن، عبد الرحمن فقط 12 لاعب محترف من خارج المانيا في صفوف ماجدبورج. زي ما قلنا المحترفين من في القايمه اللي في السوق، نتكلم على ماجدبورج يعني فاز، لعبوا 4 مواجهات في دوري ابطال اوروبا، 4 جولات حصلت في دوري ابطال اوروبا. هولندي تنتهي المباراه بفوز ماجدبورج 36-28. عمر ماجنسون لاعب المنتخب الايسلندي صاحب 56 مباراه دوليه، المنتقل من ألبورغ الدنماركي من 2020 على هذا. يا سلام عليك، يا سلام، هو ده جمهور مصر. ارفع لكم القبعة في هذه